موعدنا اليوم في هذا الفيديو مع عشاق الأفلام الأجنبية، وهو تردد قناة أفلام أجنبي جديدة نزلت على القمر الصناعي ألياسات. أنا غادة وهذه قناة تي في فريكونسيز. تابعوا مع الفيديو إلى النهاية لمعرفة المزيد. سلام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم أحبائي المشاهدين، كل متابعي قناة تيفي فريكونسيز. شرفتوني ونورتوني بحضوركم معي في القناة. تحية كبيرة جدا جدا مني إليكم، وشكرا لكل من يترك لنا بصمة جميلة في القناة. وأنت من تشاهدني إن كنت متابعا جديدا وأول مرة تشوف القناة، مرحبا بك وشكرا لاختيارك مشاهدة قناة تيفي فريكونسيز. سنسعد باشتراكك في القناة وإعجابك بالفيديو ومشاركته وتعليقك عليه. إذن في هذا الفيديو الجديد الذي نعود فيه إلى جديد ترددات القنوات وترددات القنوات الجديدة، وهو فيديو موجه لعشاق الأفلام الأجنبية، ومن منا لا يتابع هذا النوع من القنوات. وسأقدم لكم فيه قناة أفلام أجنبي جديدة نزلت على القمر أليحسات. إذن نبدأ مع التردد، وهو 11766، معدل الترميز 27500، والاستقطاب عمودي في، وهذا على الياسات 52 درجة شرقا. وقدمت هذا الفيديو نزولا عند رغبة بعض المشاهدين الذين يريدون ترددات قنوات هذا القمر الرائع. مشاهدة طيبة أتمناها لكم أعزائي. إن كان لديكم أي استفسارات فاتركوها لي في التعليقات أسفل هذا الفيديو. وقبل مغادرة الفيديو لا تنسوا الإعجاب به وتفعيل زر التنبيهات ليصلكم كل جديد نقدمه. دمتم أوفياء، إلى اللقاء.